دي موكوسة عشان تطلع تجيب مشاهدات، راحت حاطة صابون سايل في الفراخ، يعني حطت المادة الكاوية اللي المفروض أصلا لما الصحة بتخش أي مطعم بتلاقي فيه فراخ فاسدة أو لحمة أو سمك بيحطوا عليه فينيك وكلور وصابون سايل عشان يعدموا البروتين اللي لاقوه بايظ عشان ما يشتغلش تاني. هي كده عدمت الفراخ، هي المفروض كده ما تتطبقش خلاص، لأن هي حطت فيها المادة الكاوية اللي هي اصلا ما بتطلعش من اي بروتين، يعني ما بتطلعش ولا من الفراخ ولا من السمك ولا من اللحمه. دي لو سابتها شويه كده 10 دقايق ولا ساعه، ساعه بالظبط، الفراخ دي هتزرق ومش هينفع تتاكل. مهما تغسل بليمون بقى ومهما تغسل بملح مش خلاص، دي الفراخ دي ما بقتش نافعه، هي ضرت نفسها وضرت اولادها وضرت اللي بيقلدها. فمش اي حاجة نعملوها عشان نجيب مشاهدات، لازم نخاف ربنا، نخاف ربنا عشان ممكن واحدة موكوسة تصدقك وتعمل زيك. دوسر على علامة الزائد والقلب. عرفت ان ليه بقول يا خد يا موكوسة؟